السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع تقني بلا حدود. اليوم أقدم لكم التصميم للجالكسي S2، التصميم الإبداعي اللي تم في الجالكسي S2. الهاتف فعلا نحيل، الأقل سماكة لحد الآن، والحق من صنف من فئة الهواتف الذكية، جدا نحيل، جدا جدا نحيل، و واجهة كاملة معدلة من الأمام ومن الخلف. الهاتف يملك شاشة 4.3 إنش بتقنية سوبر أومليد بلس. من الجانب الأيمن يمكنك أن تجد زر الطاقة أو زر إغلاق الشاشة. منفذ مايكرو يو اس بي، المنفذ هذا مزود بتقنية ال MHL، واللي راح تسمح لك ب تسمح لك بالتعرف ما اذا كان المنفذ الوصل الموصولة بها هي USB او HDMI، فلا تقم هذا. واخيرا اللي هو منفذ الصوتي 3.3 مليمتر. الغطاء الخلفي لهذا الهاتف هو من بلاستيك، لكن في نفس الوقت اللي هو تم استبداله، بدل ما يكون الواجهة اللماعة تم استبداله بغطاء بلاستيكي افضل منه، على الاقل لا يترك بصمات. هذا الشكل الخلفي للجالكسي S2، دائما تشوفين الشريحة بامكاني تغييرها، لكن المنفذ الذاكرة الخارجية لا، مستحيل. يجب علي إزالة البطارية ومن ثم إزالة الذاكرة الخارجية. الشكل الخلفي لها للكاميرا مثلا على سبيل المثال تم إظهاره بشكل أعلى، هحاول أجيبها لكم أفضل طريقة لها. وأيضا الخلف يعني مش نحيل بشكل كامل من جهة الخلفية، تم تعديله من الجهة الخلفية قليلا وجهة الكاميرا. إذا ما يمكن القول أن الهاتف كم من ممكن يكون أفضل في ناحية تصميم باستخدام مواد خامة، يعني مثل الديزاير، مثل الديزاير يا ليت إنه يعني مواد التصميم ما عندي كان مشكلة في الوزن إذا زاد وزنه، لكن لو كان مختار له مواد تصميم خام أكبر أفضل من هذه لكانت المتعة فعلا ان هي في الجالكسي S2. ايضا مريح جدا في ناحية التحكم به، لن يخيب املك من هذه الناحية. انا متأكد من هذه النقطة انه جدا مريح بالنسبة لي، خفيف وزن مقارنة باخيه الموجود اللي هو الجالكسي S1، اقل سماكة من الايفون 4. ممتاز جدا، الهاتف روعة 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 جدا من ناحية هذا التصميم. هذا ما كل ما عندي فيما يخص بمسألة التصميم. معكم أخوكم سلطان القحطاني، موقع تقنية بلا حدود. أشوفكم على خير إن شاء الله في مراجعة أخرى.